بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام معكم عمرو شريف سرور أخذنا في الدرس اللي فات مدخل كويس جدا عن البلو برينت وكنا عايزين بصراحة نخت يعني نختمه كده عشان برضو نبقى فاهمين نتعاملنا شوية بالفانكشن وفي نفس الوقت ممكن ندخل النهاردة على الإضاءة بحيث إن إحنا عندي مشهد زي اللي قدامي دوت نشوف الإضاءة بتاعته ممكن تتم إزاي وممكن نخليها لوحدها عشان ما نتلخبطش يعني في محاضرة لوحدها ولكن خلينا ماشيين زي ما المحاضرة تاخدنا يعني طيب ده فايده الاضاءه يا شباب زي ما انتم شايفين ده بروجكت انا شغال عليه الاضاءه اللي احنا كنا هناخدها من غير سورس او بنسميها ويندو يعني من غير ويندو وده اصعب انواع الاضاءه انك تعمل اضاءه من غير مصدر انفايرومنت يخشلك منه يخش يخشلك منه مصدر الضوء طبعا هو بيعلق كده معايا عشان بس بيعمل بيلد لايت زي ما انتم شايفين كده خلاص ده من اصعب الانواع فنتكلم نشوف ناخد النوع ده ازاي بيتم والنوع العادي الطبيعي ازاي بيتم طيب خلينا الاول قبل ما نعمل اي حاجه نكمل تاني على البلو برنت في شويه حاجات صغيره لو انا عندي مثلا في المشهد بتاعي اهوت هعمل اوبن ليفل بلو برنت وتكلمنا الفرق ما بين الليفل بلو برنت و الليفل بلو برنت والاكتور بلو برنت انا هفتح بلوبرنت اوبن ليفل بلوبرنت بالشكل دوت فتح لي اهو وليكن عايز اتحكم في ايه من عندي طبعا الليفل ينفع اسقط اي حاجه عندي من هنا جوه الليفل طالما ليفل طب الاكتور اتفقنا بايه بالفاريبلز طيب انا اجيب عندي هنا مثلا بوينت لايت عادي خالص ممكن اتغير فيه براحتك يعني الانتينستي وال بتاعه ونيجي من هنا هنعمل الوحش ده كده <applause> طيب نركز شويه مع بعض عشان الحته دي مهمه جدا لو انا عندي من 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 الجميل قوي ده عندي ادي واحد اتنين تلاته <applause> <applause> اربعه انا عايز كل واحد من دول اعمل له فانكشن او اعمل له وظيفه او اعمل له تغيير او 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 خلاص طيب هاخدهم كلهم طبعا انا عندي هنا ريفرنس بتاع بوينت لايت 1 هحذفه بس كده ثواني عشان اخد كله باكج كده مع بعض بالشكل دوت واسقطه جوه البلو برنت انا عندي اهوت ونركز كده مع بعض من الصفر أنا عايز لما أدوس على حرف كذا، آه أنا هنا في الليفل بلو برنت، آه يبقى مش هحتاج إن أنا أعمل إنيبل انبوت. يبقى أنا هعمل لما أدوس على حرف الإف كيبورد، آه مش هتيجي معايا ليه؟ عشان الكابيتال لازم إف مسافة كي شفتوا دلوقتي؟ أهي جات لي إيه؟ خلاص يبقى الإف كابيتال غير الإف سمول. لما أدوس على حرف الإف عايز أغير الكالر بتاع البوينت لايت 1 ركز مع بعض في دي قوي عشان هنستخدم دلوقتي الفانكشن نعرف الفانكشن بيستخدم ازاي سهل ان انا اقول لكم مثلا ان الفانكشن والماكرو من الكولبس نود وان الفانكشن من غير الماكرو يعني انا لو من هنا اروح حفله اروح رحله للقمر فالرحله دي الرحله دي اسمها فانكشن وظيفة أما الحسابات اللي جوة اللي هي مخزون كذا هيخلص بعد ده هيكفينا لمدة قد كده ومش عارف إيه فده بيتعمل بالماكرو وما إلى ذلك أنا مش عايز أدخل هنا ده ليه كورس لوحده دماغ كده لوحدها أنا عايز نستخدم الفانكشن عشان نفهم الفانكشن وطريقة العمل بتاعت الفانكشن هننفذ زيها بالظبط جوه الماكرو ولكن الفانكشن غير الماكرو خلاص والمثال اللي انا قلته ده هو التوضيح ما بين الاثنين طب ايه تاني ممكن بقى الماكرو اه عفوا الفانكشن ما بيقبلش الديلي نودز او بنسميه التايم نودز اه وما الى ذلك بقى دي بعدين بقى يعني قصة ثانيه خالص خلاص في الاساسيات لا كده احسن افضل ليكوا يعني لان اكتر اللي بيسمعنا معماري انا هاخد البوينت light واكتب بس color set light color بالشكل دوت light color بتاعي انا عايزه يبقى اخضر نركز قوي زي الفل يبقى انا لو دوست دلوقتي على حرف ال point البوينت اللي هو اول واحد انا عملته هيتغير السيت لايت كلر بتاعه للون الاخضر تعالوا نشوف كده لو انا دوست بلاي تقريبا هو ده لو دوست اف فعلا <applause> اتغير لي للون الاخضر ولكن طب انا عايز اعمل في الثاني والثالث والرابع والخامس هفضل كل واحد اقول له تعالى لما ادوس على حرف مش عارف ايه يعمل لي من هنا Color والقصة دي؟ لا، قال لك ايه؟ قال لك بص يا سيدي احنا ممكن نعمل حركة صياعة بنت كلب، خلاص؟ قال لك ممكن تعمل من هنا فانكشن خلاص؟ هتعمل New Function وهتسميها Change Light Settings حلو الكلام؟ جاب لك الفانكشن انبوت خلاص؟ جاب لك الفانكشن انبوت اهو طبعا تقدر تدوس انت على الاوتبوت تعمل واحد كده هو لك اوتبوت لو عايز يعني خلاص؟ خلينا دلوقتي في الانبوت العادي ادي الانبوت طب ماشي احنا دلوقتي يا باشمهندس مش فاهمين اقول لك تاتا تاتا هجيب تقدر انك هتاخد ده كوبي وتخش هنا لو دوست بيست بصوا هيجي لك من هنا خلي بالكم واطلع من هنا هقول له كلر سيت لايت كلر هقطع دي وارمي دول ونركز كده مع بعض الانبوت هيروح ل سيت لايت كلر والتارجت هيروح بصوا مجرد ما اسحبه بس هنا في الفانكشن تحت كده علامه صح اد بن تو نود يبقى انا طلعت التارجت زي ما هنشوف لبره اقدر اغير براحتي نوع التارجت ده .1 ولا 2 ولا 3 ولا ولا زي ما هنشوف وكمان اللون اقدر اغيره ايه رايكم اهو يبقى انا طلعت النود طيب ها. وانا هنا هسمي التارجت ده ممكن اسميه بوينت لايت point light والcolor ده هسميه color حلو الكلام حلو الكلام وندوس compile save هاجي هنا لما أدوس على حرف ال F همسح كل ما عدا البوينت light دي واجيب الفانكشن بتاعي ب الشكل دوت هلاقي الفانكشن اسمه زي ما انتم شايفين اسمه تشينج لايت سيتنج هاخد الاف واقول له كده اقول له طيب بس التارجت ف... أه... التارجت طبعا سيلف البوينت لايت فاضي اقول له لا ما هو البوينت لايت دي خد عندك بقى ادي التارجت مش قادر ياخدها عفوا البوينت لايت مش قادر ياخده اه هنعمل بقى الحركه دي ازاي هقول لك ساعتها بص يا سيدي ممكن انك من دي كده جوه هتجيب كومبوننت خلاص ندوس get component get component واحنا ماشيين get light component ومنها تقدر انك تجيبها من ال point light بالشكل دوت خلاص يبقى احنا كده جبنا عفوا يبقى احنا كده ادي ال point light اشتبكت ب ال change light دي واللون من هنا اقدر اغيره انا عايزه يبقى لبني تعالوا نشوف هتنفع معايا ولا لا كومبايل سيف هاجي هنا بلاي اف اتغير لي فعلا للون اللبني طيب ليه اللفه دي يا باشمهندس؟ اقول لك بص يا سيدي عشان نعمل بقى الباقي الكتير دول انا مش محتاج اعمل اي حاجه بص اعمل ايه؟ هاخد دي كده لما ادوس على حرف الاف لو انت عايز تدوس مثلا لما تدوس على حرف الاف كذا طب لما تدوس على حرف الار يبقى كذا كليك يمين ار مسافه كي بورد خلاص وتاخد الفانكشن اللي احنا عاملينه ما هو احنا عاملين فانكشن ليه عشان مش كل شويه تفضل نكرر 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 خلاص هتنزل دول تحت ولما تدوس على حرف الار تجيب الكومبوننت بتاع دي لايت كومبوننت زي ما انتم شايفين كده جيت لايت كومبوننت وهتحطه هنا اهو بالشكل دوت واللاي والكلر ساعتها هتخليه احمر تعالوا نشوف كومبايل سيف هدوس بلاي لو انا هنا اف هيغير الاول ل والار اهو باللون الاحمر اهو زي ما انتو شايفين يبقى انا الدنيا بتاعتي اتظبطت طب تعالوا ناخد واحد اثنين البوينت لايتس بتاعتي ثلاثة أربعة وخمسة وهنرجع بس الكالر بتاعهم للصفر بس عشان نشوف التغيير يعني انا اهوت اف من الكيبورد ده اتغير وار من الكيبورد زي ما انتم شايفين يبقى نفهم من كده ان الفانكشن يوزابل يوزابل نقدر نقول ان احنا نقدر نستخدمه اكتر من مرة مع تغيير المخرجات بس بتاعتي عفوا المدخلات اللي داخلة الانفورميشن اللي جوه ده خلاص يبقى انا لو دوس عليه اتنين كليك هلاقي ادي الفانكشن ست لايت كلر وحطينا طلعنا بس ده هنا كده ليه عشان يطلع لي بره اللي هو البوينت لايت وسميته اهو لو دوسنا على ده اهي سميته بوينت لايت عشان هنا في الايفنت جراف يطلع لي بوينت لايت لكن الفانكشن لا يقتصر طبعا على ده ده قصه كبيره بس انا بحاول بس الناس عشان تفهم طيب ثواني يا شباب طيب جميل جدا تعالوا بقى ده وده وده انا عايز برضه بالمره لما ادوس على حرف الاف ده اهو هعمل له طبعا لو احنا جبنا ده كومبوننت لو احنا جبنا جيت <applause> كومبوننت بالشكل دوت ونزلنا تحت خالص بوينت لايت كومبوننت نركز بوينت لايت وحطيته مع بصوا ده التاني ده هيتشال خلاص فعشان كده محتاجين ايه؟ لا محتاجين فانكشن ونوصل ده بده وده بتاع الكومبوننت بتاع اللايت الثاني خلاص يا شباب واخليه مثلا يبقى اصفر مثلا خلاص وهناخد واحد من هنا بتاع اللايت دي وهنجيب اد لايت component عفوا جيت قد ايه جيت لايت كومبوننت وهنلاقي اهو بوينت لايت كومبوننت وهنحطها هنا اهوت واللون بتاعه يبقى ازرق وهكذا بالنسبه لكل اللايت قبلنا زي ما انتم شايفين مع الكود طبعا احنا عاملين هنا جوه الفانكشن كود خفيف يعني ايه؟ حاجه كده لعب كده يعني يا بنود واحد لكن هتعرف فائده الفانكشن لما يكون الكود بتاعك محترم قوي ومش كل شويه ويعمل لك هنا ايه بقى تلاقي بقى هنا بقى مش عارف ايه حاجات بقى جايه لك جايه كده ودي متوصله مش عارف ايه وكا... لا انت بتتعب في الكود البيز كود فاكرين الماتريال لما كنا بنعمل بيز ماتريال؟ اه أهو ده أنت بتعمل جواه هنا البيزماتر متير... عفوا الماتريال فانكشن فاكرين المرة اللي فاتت الماتريال فانكشن هنا برضه فانكشن بس هنا اسمه بلو برنت فانكشن شبيه بس من ناحية من المنظور اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي خلاص يبقى أنت بتعمل جواه الخريطة بتاعة البلو برنت وبتيجي بره تقوم تستخدمه أكتر من مره compile سيف تعالوا نشوف كده بلاي لو دوست على حرف الاف من الكيبورد زي ما انتم شايفين لو دوست على حرف الار من الكيبورد زي ما انتم شايفين حلو الكلام حلو الكلام يا سيدي تعالوا نشوف الماكرو هعمل نيو ماكرو ونسميها point لايت settings لايت <applause> سيرنجز نفس الموضوع هفتح الفانكشن هاخد دي كوبي واخش جوه طبعا احنا بننفذ اللي احنا عملناه في الفانكشن ب بال الثاني والا فالموضوع لا مو... واسع يعني الاوتبوت احنا مش محتاجينه فتقدر تي لو احنا عايزين داله الاوتبوت هنقدر بكل سهوله ان احنا ندله الاوتبوت ولكن خلينا هندوس هنا بيست خلاص وممكن تدوس هنا بصوا ممكن تخلي ده اكتر من حاجه انا ممكن اصلا تشبكه هنا وهيجيبها لك اوتوماتيك هيجيب لك اكسكلود او تيجي من هنا كده تكتب اكس عفوا اهي اللي هي الاكسكيوت بن خلاص فعندك دي او دي خلاص يا شباب ماشي والثانيه ديت تقدر انك تدوس هنا الثانيه ديت تقوم مدلتها من هنا تكتب دي مثلا تكتب اي حاجه تكتب الفانكشن function أو تكتب set light color خلاص او set light او set أكتر اي حاجه تمام <تصفح> طيب تاني حاجه عايزينها الكالر color هتسحبه كده وتسمي ده زي ما انتوا شايفين compile و لو انت عايز بقى المخرج جاي هنا على الاوتبوت وهتكتب هنا output عادي يعني لو عايز بالشكل دوت compiling و هتيجي على الجراف هنشيل functions وهتجيب الماكرو آه بصوا بقى هنا أقول لك لأ في حاجة ناقصة ما طبعاً لازم يكون في حاجة ناقصة هنخش جوه الماكرو إحنا ناسيين حاجة مهمة جداً وهي بصوا يا شباب جوه الفانكشن هتلاقي التارجت هو اللي طالع بره الإكسكلود بصوا فين لما نجيب الفانكشن الفانكشن البوينت لايت هو اللي طالع من هنا ليه؟ لان هو ده التارجت بتاعي اللي انا بتارجته. طب هنا انا مش مطلع تارجت اه يبقى الكالر اهو وادي انا قصد وتعالى نحط التارجت اه لقيت التارجت تحت. انا لو دوست كومبايل هلاقي هنا بص ماشي بس التارجت تحت اتوصل كل حاجه بس تحت. طب انا عايز اطلع التارجت ده فوق يا معلم اقول لك طيب ماشي يا سيدي يخش جوه الماكرو خلاص واحده واحده الانبوت شايف التارجت اللي هو تحت ده اللي مش عاجبك اه دوس على السهم ده هوب طلع فوق دلوقتي اتظبط كل حاجه قصاد حاجته سيف دلوقتي الايرور حتى اتشال هتيجي هنا هتلاقي كله اتظبط هتاخد الماكرو تاني بالشكل دوت آه. ماشي خليني اقول لكم بعدين على طريقه حساب الماكرو اللي احنا بنعملها دلوقتي خلاص على عكس الفا عشان كده أسأل الطريقه الاسهل في دي الفانكشن وليس الماكرو خلاص ولكن انت ظاهر لك انه كله زي بعض لكن برمجيا لا في اختلاف كبير خلاص خليني بس نكمل دلوقتي المثال بتاعنا عشان اقول لك بقى الفرق في الميموري ما بين ده وده نغير بقى اللايت ده مثلا لايت 1 عايزه يبقى بامبا لايت 2 عايزه يبقى ازرق لايت 3 عايزه يبقى اخضر لايت 4 عايزه يبقى اصفر بالشكل ده كومبايلنج وي سيف لما ندوس بلاي من الكيبورد اف من الكيبورد ار نفس النتيجه طيب دلوقتي احنا عملنا نفس النتيجه باستخدام الفانكشن ونفس النتيجه باستخدام الماكرو عايزين نفهم بقى افضل وسيله ايه وليه طيب كله بقى يركز كده عشان هنكتب كده بالتابلت شوية حاجات مهمة تحطهم كده قدامك لو أنت حابب في يوم من الأيام تبقى بروفيشنال يعني وتستخدم الفانكشن أو الماكرو لأن لسه في الفانكشن لايبراري وقصة كبيرة ساعدتك طيب أول حاجة الفانكشن function. الفانكشن function جوه الميموري هو الكالكوليت بيتم مرة واحدة والمخرجات المخرجات بتاعته بتتوصل وخلاص يعني جوه الكود هنا بيبقى هو 1 خلاص وممكن انت بتعمل كده استخراج لحاجات معينه بتغيرها بالنسبه للماكرو في كل امر من دول بيتم عمل الكالكوليت اللي جوه تاني هوب كالكوليت تاني عشان كده لو تفتكروا في المثال اللي احنا قلناه الفرق ما بين الاثنين ان لو في صاروخ رحله للقمر خلاص الصاروخ اهوت والنار اهي تحت رحله للقمر الرحله دي فانكشن وظيفه خلاص حساب بقى المسافة وبعده عن مش عارف ايه وكذا دي بي الماكرو عشان كده بعد ثانية الماكرو الحسابات اتغيرت بعد ثانية الحسابات اتغيرت، بس هل الوظيفة اتغيرت؟ يعني هو رايح للقمر بعد ثانيتين اصبح انه رايح للشمس؟ لا هي الوظيفة انه يروح للقمر، عشان كده الوظيفة بتاعتي هنا هي مرة واحدة اعمل لي واحد 2 ثلاثة خلاص؟ أما الماكرو فمعمول عشان تغييرات منها حساب السكور في اللعبة. خلاص؟ أه ومنها مثلا بعض الحاجات في المعماري ادفانسد ممكن نستخدم فيها الماكرو زي مثلا حساب ان انا اعمل زرار يحسب لي ما بين النقطتين دول مثلا نقطه الف ونقطه ب الحساب اللي بينهم ما بين النقطتين كام؟ كام سنتي؟ الشباك كام في كام؟ الانيميشن وهكذا خلاص؟ فارجو ان المثال يكون آه تمام التمام طيب زي زي الفل طيب يا سيدي هنحذف دول بالشكل دوت وتعالوا نتكلم شويه في المعماري عشان ما يتبقلناش غير حصه واحده ندردش فيها على المشاكل بتاعتنا او ممكن يعني نشوف ايه اللي ناقص ونتكلم فيه اول حاجه في الجانب المعماري لو انا مثلا عندي حاجه زي الوحش دوت انا مش هتكلم طبعا في ازاي نعمل ومش عارف الماتيريال وازاي كده لا انا هتكلم ازاي الاكسبورت لان احنا اساسيات ان ريل يعني عايز اعرف الاضاءه هنا تبقى عامله معايا ازاي في اللايت ماس بتاعي طيب أول حاجة عندي تشوف أنت هتشتغل داتا سميث ولا هتشتغل اكسبورت عادي؟ خلاص؟ فتعالوا بينا أول حاجة لازم نعرف إحنا إذا كنا هنشتغل اكسبورت من الماكس أو أي حاجة أنت شغال بيها بالداتا سميث ولا بالاف بي اكس؟ طيب هو في اكتر من طريقه اه حضرتك في اكتر من طريقه تعالوا كده نشوفها دلوقتي الطريقه رقم واحد باستخدام الداتا سميث الطريقه رقم معرفش ايه اللون الغبي ده لون فظيع يعني الطريقه رقم اتنين باستخدام الاف بي اكس طريقة رقم ثلاثة باستخدام الـ V-Ray الـ V-Ray ده اللي هو الـ V-Ray for Unreal V-Ray for Unreal خلاص شبيه بالـ Data Smith على طول ولكن بنميل دايما للداتا Data Smith لوجود بعض التقنيات الادفانس ده انا عارف ان لو قلتها دلوقتي كتير مش هيعرفها لكن زي الداتا بريب وغيرها غيرها يعني حاجات كده بنت لذينه للداتا سميث ده غير ان انا اقدر بالبلو برنت العب بيه بمزاج خلاص طيب حاجات ادفانسد يعني عشان كده لو تخيرنا ما بين الداتا سميث والفي فور انريل لا هنروح الداتا سميث بعد التحديثات كمان الطريقه الثانيه دوت اف وشروط الطريقه ديت ان المشهد كله يتحول من فيراي لـ Standard ماتيريال عشان كده بنستخدم سكريبت اسمه From فيراي ray تو ستاندرد ماتيريال نعلم على المشهد كله وندوس على السكريبت هيتغير لنا ونعمله له اكسبورت دوت اف الداتا سميث بينقل لي الخامات بتاعتي سواء كانت فيري كورونا ارنولد الاضاءه بتاعتي وهكذا ولكن ليها شروط معينه احنا متفصلين فيها مش هي ساعه كورس واحد يعني والا فانا عاملها في ثلاث كورسات يعني ولكن ده بطريقه وده او بطريقة وده طيب جميل جدا تعالوا كده نبداها من الصفر وسريعا كده انا عايز اعمل انيبل للداتا سميث plugin اللي جوه الانريل بتاعي سهله جدا هتيجي من السيتنج plugins من هنا اهوت built ان وهتكتب هنا داتا سميث امبورتر داتا سميث امبورتر اتعلم كده انيبل هيقول لك مش عارف بلا بلا يس وي ريستارت ناو اقول لك بقول لك يا معلم انت عايز سيف حاجه من اللي انت حببتها في الانريل قبل ما كذا اقول له اه سيف هيقفل ويفتح لك تاني عقبال ما يفتح تاني في بعض الحاجات عندك في المشهد لازم تعملها طبعا انا ماليش اي مش هنتكلم في ولا خامات ولا اي حاجه انا هاخد كل المشهد اصلا جري جري ماتيريال وخلاص يعني طبعا لو فتحها خلاص بيقول لي في عندك حاجات الظاهر اللي هي البلو برنت وكده له لا سيبها لي ولكن نصيحه ليك يعني لو انت شغال داتا سميث ومشهد معماري جميل زي ده او غيره او غيره الافضل ليك انك تشتغل ب نظام شويه بمعنى ان مثلا هتيجي عند اللايتس اللايت فلتر مثلا خليني برضه اقول لكم على الطريقه عشان دوسوا كنترول اي على اللايتس وجروب group and group group and group group and تفضلوا تعملوا أن جروب لان احنا في الاول وفي الاخر عايزين نعمل lights بس control A وهتيجي هنا وتقول له new layer وهتسميه lights وده هتقوم طفيه بالشكل دوت خلاص يا شباب بعد كده تتعامل الباقي بقى زي ما انت عايز البروكسي uh, uh, لان اللايت ليها حوار تاني يعني لازم يكون uh, انواع معينه مع الانفايرمنت جلوبال uh, اللي موجوده هنا جوه الانريل تترو... جوه الماكس تروح على الانريل عشان الاكسبوجر قصه كده uh, ده انا مش محتاجه هدلته ايه تاني انا برضو الكاميرات هاخد الكاميرات فلتر كنترول ايه واعمل لها كاميراز خلاص زي ما انتم شايفين كده وبعد كده كنترول ايه على طبعا زي ما انتم شايفين في حاجات بره المشهد لازم تنظف المشهد بتاعك محدش يا جماعه ينسى انا طبعا بحاول قدر الامكان اديكم اهم الحاجات والا عمرها ابدا ما يتم دراستها في درس او كده يعني ولكن بتحاول تنظف دي هنا ولا لا او دي عامله عامله ازاي زي ما انتم شايفين كده وكله تمام طب دي انا محتاجها دي مش محتاجها زي ما انتم شايفين هنا عندي في حاجه عندي ان احنا حذفناها تقريبا كده من غير ما نحس الظاهر كده تعالوا طيب ماشي واظهر هنا كان في آه لايت تعالوا نشوف كده لو احنا اظهرنا البروكسيز دول very بروكسي شو اول مش آه. طيب يعني هي ما اعرفش بصراحه الستايل دوت ولكن جول انريل المفروض حاجه زي دي انك تقفلها يعني تعالوا طب يعني انا لو انا يعني كنت استخدم طرق تانية في ان انا اقفل الوحش ده كده باي حاجة يعني ولكن ولكن حتى لو دخلنا منها انا مش عايز بصراحه يخش لنا منها اضاءه ف تعالوا نرسم عليها قدرنا هنعمل ايه يعني طيب باي طريقه عندي عشان بس الشغل جوه الداتا لان الحاجات دي ممكن تبوظ بالدنيا خالص هاخد واحد بيقول لك اللاير بتاعك اللي شغال عليه اقول له طيب يا سيدي ديفولت لاير وانا اخد <applause> اللاين انا بس عايز اقفلها وخلاص يا شباب بالشكل دوت زي ما انتم شايفين ادي السبلاين في توب فيو تمام فرونت فيو بالشكل دوت لازم نظبط القصه بتاعتي طب فيو اتاكد انه كله تمام التمام بعد كده هقول اكسترود اكسترود ولازم يكون مقدار لا باس به تمام يا شباب عشان اي حاجه وان فيس <applause> جوه جوه الانريل الانريل بيقراها لي شفافه خلاص ده قاعده كده اي حاجه وان فيس زي الباشا ده كده الانريل هيقراها لي شفافه طب اعرف ازاي ان وان فيس والاندريل هيقراهولي شفاف اقول له بص 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 طبعا في طريقه انه ما يقروش شفاف يعني ولكن عشان تبقى شغال صح كليك يمين عليه وتيجي هنا عند الاوبجكت بروبرتيز وهتجيب حاجه اسمها الباك فيس كول بعد كده اوكي لو جيت هنا كده بصوا هي دي دليل ده لو راح الأندريل هيعدي اللايت خلاص هرجعه تاني كليك يمين باك باك فيس كول هتشيله اوكي بصوا خلاص فالوان فيس ده لا لكن هنا المكعب اللي انا عملته كليك يمين عليه وأوبجكت بروبرتيز باك كول زي ما انتم شايفين ما فيهوش اي حاجه باك فيس كول تاني طيب هظبط البيفت بوينت بتاعت الاثنين بس في السريع انا بحاول بس انجز عشانكم وهناخد الوحش دوت شيفت اي الاين و هنلبسها للتاني هاخد اللي تحتيه دوت واخفيه انا مش عايز اهله خالص بالظبط وهو المطلوب اثباته طبعا تمشي بقى كده مع المشهد بتاعك قبل ما تعمله جوه الانريل وتمشي تاتا تاتا واحده واحده وتشوف القصه بتاعتك هتبقى عامله ازاي بعد كده هتعمل المشهد بتاعك كله طبعا هتحذف بقى الحاجات المش مش ضروريه بتاعتك خلاص زي دول كده تقل لك مشهد <applause> على الفاضي يعني ودي حاجه مهمه جدا لازم تعملها هتتاكد تاني طب هل في اي حاجه؟ اه الحته دي داخلها لايت يعني الظاهر المشهد بتاعنا اللي احنا اصلا شغالين عليه دوت مليان بلاوي ومنايله ب 60 نيله تبصوا مثلا اهي فين تبصوا هنا داخل لي اضاءه برضو يعني هنا داخل لي مشكله بالنسبه لي ولكن مش هنفضل بقى كل شويه خلينا بس ايه عشان عايزين نشرح الدرس بتاعنا و ما نطولش هاخد كنترول ايه على الوحش دوت وبعدين اعمل له اكسبورت ب الداتا سميث طب الداتا uh, سميث دي الاقيها فين؟ اقول لحضرتك هتكتب بس على جوجل كده داتا سميث اكسبورتر خلاص داتا سميث اكسبورتر و أول اختيار عندك هتدوس عليه. داتا سميث اكسبورت بلجن هتنزل تحت عندك الاوتو ديسك، اب ريفيت عندك بقى ايه تورينو وبقيت برامج ثانية كده، على فكرة مش دول بس سينما uh, فور دي ليها طريقة برضو كده يعني ولكن دول الاكسبورتر بتاعهم يعني. هتختار من هنا نوع الإصدار <applause> بتاع الأنريل بتاعك. بعد كده هتحمل الوحش ده وتسطبه عادي وتعمل ريستارت للماكس بتاعك او ايا كان البرنامج اللي انت بتستخدمه بعد ما تخلص الكلام ده كله هتقوم عامل كنترول اي طبعا الكاميرات عايز تت... ماشي عشان احنا رجعنا كنترول زي مش مشكله واكسبورت اكسبورت, اكسبورت سلكتد هقول لك عايز ايه بالظبط هتقول له يا سيدي انا عايزه في جوه التوتوريال هنا وعايزه يكون تيجي هنا على الاكستنشنز وهتلاقي انريل داتا سميث ليه؟ لان انت مسطب الداتا سميث اكسبورتر وهتسميها مثلا كريزي روم اوكي اقول لك سيلكشن اه كارنت فريم اونلي اه احنا مش ما فيش انيميشن عشان نسجلها وتقوم دايس اوكي okay. دلوقتي هو بيقوم بعمل اكسبورت للمشهد بتاعك جميل جدا نسيب ده مع نفسه خالص ان انا بعمله على هاي هاي بيلد يعني لايت هاي هاي يعني فنسيبه مع نفسه ونخلينا في المشهد بتاعنا عقبال ما الماكس يخلص الاكسبورت انا لازم اهيئ المشهد ده ل ازاي؟ في حاجات انا مش محتاجها زي مثلا البوكسات وما الى ذلك ما عدا الفلور خلاص ديليت ايه تاني انا مش عايز الفونت او التايب مش عايز الفيرست بيرسون كاركتر عفوا الستارت وده الفيرست بيرسون كاركتر كل دول انا مش محتاجهم على الاطلاق بالشكل دوت احنا جاهزين لان احنا نتلقى المشهد بتاعي خلينا نشوف هو خلص ولا طبعا لسه خلينا مستنيين بالشكل دوت الحاج ده خلص كده وظيفته معايا طبعا نقدر نحن نرجع ما بين ده وده وما الى ذلك وخلينا نشوف بس القصه خلينا نشوف القصه أحاول بس الخص لكم اكبر قدر متاح يعني حاجة هنا ادي الداتا سميث هدوس عليه اقول هو فين يا باشا الداتا سميث بتاعك المشهد بتاعك اقول له بص اصل هو هنا وادي كريزي روم بتاعتي هقول عايز تحطه فين اقول له بص كليك يمين على ده واسميه ماي كريزي روم انتر بيقول لي عايز تعمل امبورت لايه؟ انيميشن لا كاميرات لا لايت لا انا عايز الماتيريال والتكتشر والجيومتري اللي هو ال 3 دي مودلز والتكتشر بتاعهم. ولو له امبورت خلاص ونستنى لحد برده ما يكمل يعمل لي امبورت زي ما انتم شايفين ادي المشهد بتاعي همسك الفلور بتاعي وانزله تحت قدر الامكان لحد بس ما يبقى يدوب على الوضع بتاعي خلي 6 كده عشان اشوف هو عامل ازاي هلغي طبعا الوحش ده اللي هو الجريد ب ماشي ايوه ثواني ايوه بالشكل دوت زي الفل زي ما انتم شايفين اتنقل لي بالخامات وكله بس طبعا لسه ال الاضاءه الـ كابتشرز reflection captures والاضاءات و و و، طيب أنا طبعًا كل ده ما يلزمنيش ببصلة. خلاص؟ أنا هشتغل على الـ light pass بتاعي أو كل الماتيريال اللي عندي كده نجيب static مش كل الاستاتيك مش الموجودين عندي هنا هتديهم ماتيريال واحد بس خلاص وطبعا كان في سكريبت اللي هو السكريبت اللي انا عامله يقدر يلخص عليك حاجه زي دي بمعنى احنا مثلا طبعا هنا عشان بس بيعمل build لايت فمش عايزين نتقل على اهله خالص تمام وهنا برضه السكريبت مش متسطب نقدر سيلكت على اكتر من حاجه وكليك عفوا ونظهر السكريبت ويدجت بتاعتي واقدر ان انا اديلها اكتر من ماتيريال على حسب ما انا عايز يعني طيب يبقى إيه ادي بصوا الحته ديت بصوا يا شباب زي ما انتم شايفين مسدوده لازم تلف حوالين ال ال3 دي سين بتاعك خلاص زي ما انتم شايفين دي مش محتاجها دلوقتي ديليت دي مش محتاجها دلوقتي ديليت دي مش محتاجها دلوقتي ديليت وتلف على الموديل بتاعك تشوف هو محتاج ايه ومش محتاج ايه تخش هنا تنزل تحت تشوف الترابيزات تشوف الدنيا بتاعتك محتاجة ايه ومش محتاجة ايه طيب كله تمام <applause> تمام طيب طبعا احنا دلوقتي في اللايتنج باس عشان تشتغل صح لازم كل اللايتس بتاعتك تبقى اوف يعني دوت صفر ال post process volume اللي انا بقوله ده يتنفذ يا شباب بالحرف عشان المشهد بتاعك يطلع مظبوط هتيجي عند الاكسبوجر تتاكد انه الصفر هنا و11 في المين والماكس خلاص سكاي لايت صفر خلاص يا شباب بالشكل دوت تقدر بعد كده انك تعمل اول بيلد بصوا الدنيا عامله ازاي بره ده دليل ان كله صفر لكن طبعا السماء لسه مش فاهمه الموضوع ده فهتديك انفايرومنت كلر بس انت كده لازم تعمل بيلد اول بيلد لللايت وتعالوا نعمل اعدادات اوليه هنيجي عند الوورد سيتنج او من ويندوز الوورد سيتنج وهتجيب حاجه اسمها قائمه اللايت ماس اللي هي الجي اي او الجلوبال ايلومينيشن وتبدا من هنا نتكلم بس شويه حاجات كده والحصه الجايه هنبدا في ازاي ننور الوحش دوت طيب باستخدام ايه باستخدام الجي بي يو لايت ماس جي بي يو لايت ماس هنتعلم ازاي نسطبه وازاي آه نتعامل به لانه اسرع يعني اللي بياخد اللايت ماس الطبيعي ممكن ياخد منك ساعة ده بياخد عشر دقايق كمان الميزة في الجي بي يو لايت ماس بلجن آه ميزتين بصراحة أول ميزة أنه شبيه الفيري في النتيجة لأنه بيتعامل بالبروت فورس شبيهة بالبروت فورس آه الميزة الثانية أن في الإصدار الجديد اللي هو لسه منزلينه من شوية في الأنريل آه بعد التست والذي منه <applause> اللي هو بوينت ستة وعشرين خلوا الجي يو لايت ماس يكون من ضمن الباكج بتاعة الانريل يعني مش هتحتاج انك تسطبه من بره او ما الى ذلك بالاضافه الى انه بقى نص ري تريس ممكن نتكلم فيها برده في الكورس ده بعد ما ناخد ازاي نعمل المشهد بتاعنا دوت سريعا كده يعني نفهم اساسيات الاضاءه ما اقدرش اقول ان ده فل للاضاءه احنا كورس اساسيات هنتعلم اساسيات الاضاءه. تعالوا نشيل كل دوت عندنا الاستاتيك لايتنج ليفل سكيل الاستاتيك لايتنج ليفل سكيل هو المسؤول عن قمه resolution خلاص لاضاءه المشهد او لاعدادات اضاءه المشهد خلاص نمبر ان دايركت لايتنج باونس عدد الارتطامات اللي هي السكندري باونس هنا على الحيطه يروح على ده يقوم شابك هنا يقوم رايح كده عدد الارتطامات كام؟ ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه يبقى مش هيروح السته اللي احنا لسه عاملينها. نمبر سكاي لايتنج باوس نفس الموضوع السكاي اللي هي الاتش دي ار اي او السكاي لايت لما تدخل لجوه هنا عدد الارتطامات ايه؟ ودي بتفيدك في ايه طبعا هو بيسيف اوتوماتيك بيفيدك في لو انت حاطط في السكاي اتش دي ار اي او اي انفايرومنت فوتو ازاي الفوتو دي الالوان بتاعتها او الهيستوجرام او هنسميها مثلا كلر الخاص بيها يقدر يدخل لك جوه هنا ويتفاعل مع الاضاءه اللي جوه ويبدا يرتطم ادي ارتطام 2 3 هي دي المسؤوله عن النمبر عفوا نمبر سكاي لايتنج باونس ان دايركت لايتنج كواليتي طبعا معروفه ده مسؤول عن الكواليتي او الدقه بتاعه الاضاءه الغير مباشره بعضهم بيقول ما تطلعش عن العشرة خلاص يعني يبقى افضل مع ودي بتاخد وقت بتضيف لك فيه الوقت وبرضو الستاتيك لايتنج ليفل سكيل بيجنن لك الوقت خلاص بيقولوا برضو احيانا في المشاهد ممكن توصل ل 0.1 لانك ده كل ما تقلله كل ما يديك ريزولوشن اعلى ف point دي ممكن تقعد وقت طويل على حسب المشهد وما الى ذلك ولكن هي عمليه بيلد واحدة أنت بتتعب فيها وبعد كده بتخرج بقى مليون فيديو <applause> زي ما احنا قلنا الأنريل أصلا الفيو بورت بتاعه مترندر فبتطلع مليون فيديو 600 صورة ملف دوت اي اكس اي للعميل يلف فيه من وشماله ويتنطط وبتاع ويغير الشغل دوت خلاص و indirect lighting smoothness أحيانا بيكون عندك هنا بلاطيش كده بتطلع خفيفة كده لو ظهرت لنا هوريكم ان اندايركت لايتنج سموثنس احيانا بتزودها بتعمل لك دمج واحيانا uh, لما تزيد البلاطيش كده بشكل معين بتقللها فالريديوس بتاع الارتفكتس بتقل ما بتقل 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 فالاضاءه الفوتونز بتستقر uh, وتبقى جميله خلاص الانفايرمنت كلر الباقي كله ده يعتبر ادفانسد مش هتحتاجه اللهم الا يوز امبيانت occlusion ودي جميله جدا بتساعدك في ان انت الكوليت بتاع الامبيانت كلوجن تقدر تعمله كالكوليت مع اللايت ماس بياخد وقت بياخد وقت بسيط مش اللي انت تقول لا انا مش هعمله خلاص لان في امبيت اكلوجن برضه جوه البوست بروسيس فوليوم وده المرحله اللي بعد ما اخلص لايتنج اللي هي ايه؟ بوست بروسيس اللي هو من كلمه بوست برودكشن بوست بروسيس خلاص عندنا برضه جوه الانريل هنا بوست بروسيس قوي جدا فممكن نعمل حاجه اسمها ايه؟ امبيت اكلوجن ولكن خدعه يعني اسمها ايه؟ سكرين سبيس امبيت اوكلوجن سبيس سكرين سبيس اي او خلاص عشان نشرح بقى كلمه سكرين سبيس برمجيا دي محتاج ولكن يكفيك انك تعرف حسب زاويه الكاميرا بتشوف بيخليك تشوف الامبيت اكلوجن عامله ازاي وما الى ذلك طبعا دول بس انه بيسيف طبعا كل اللي احنا دخلناه كان زمان كان ولكن بس عشان وقت المحاضره لكن هنا امبيت اكلوجن فعلا داخل مع الكالكوليت في الحواف عندك و السوفت شادو اللي هنا والكونتاكت شادو اللي بيكون عندنا هنا دليل ان الكرسي بتلاقي هنا سوفت شادو كده تحت رجل الكرسي دليل ان الكرسي فعلا ملامس للارض مش احيانا في بعض الديزاينز تحس ان الكرسي طاير ف ده بي برضه بيساعد في عمليه الكونتنت عفوا الكونتاكت شادو بعد كده هنا هو في حاجات بخاصة بيه اللايت ماب وما الى ذلك دي مش عايز ادخلكم فيها خالص لان ليها في الجيمز اكتر منها في المعماري خلاص فمش وحتى في الجيمز دي بتكون مش على طول ده بتكون برضو ادفانسد دي يعني احيانا بتعملها انت يدويا من هنا واحيانا بتستخدمها في البلو برنتس واحيانا الماتيريال بينوب عنده قصه كده كبيره جدا فالحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي دي اهم الحاجات بداية ان شاء الله من الحصة الجاية هنتعلم ازاي اعدادات الاضاءة بتاعتي وازاي نضوي المشهد بتاعنا اضاءة جميلة جدا واقعية بس باللايتنج باس هنتعلم ازاي نعمل إضاءة نهارية وإضاءة ليلية هنتكلم برضو أساسيات مش هنتعمق عشان الناس اللي هي خايفة من أنريل وكده أنا إن إحنا ما نصطدمش بمور ديتيلز وما إلى ذلك حتى الفانكشن والماكرو برضو في اللي إحنا خدناهم النهاردة ما كنتش عايز برضو أخش ونستخدم بقى الديلي طب هي يعني مثلاً إحنا خدنا إن الفانكشن ما بيستخدمش الـ Time Node، طيب الـ Time Node ديت إفرض أنا عايز استخدمها، يعني أنا عندي هنا طيب عشان بس بيسيف إفرض أنا عايز استخدم الـ Time Node، أعمل إيه؟ لا في تريكاية بنعملها عن طريق برضو الـ Variable نقدر إن إحنا نستخدم التايم نود طب ايه هي اصلا التايم نودز وما الى ذلك فما رضيتش بس ايه ان لخبط الدنيا لا اساسيات يعني تاخد اساس كل حاجه تفهم عشان بعد كده تفضل مستلقي وتبقى فاهم حتى لو انت اتعلمت مع نفسك تقدر تفهم انت شغال ايه مش لا مؤاخذه عامل زي الناس اللي بتاخد من اليوتيوب درس من هنا اجنبي ودرس من هنا اجنبي وبعدين يقوم مفاجئك انا بقيت خلاص مدرس انريل والله يا يعني جدعان وما الى ذلك مهندس عمر عمرو الله يعطيك العافية جزاك الله خير الآن أنا في عندي سؤالين بالنسبة لما أخذت أخذت الموديلينج كلياته من الماكس ودخلته على البرنامج الأنريل بدي أسأل الباراميتر يعني بعيد شوي عن الإنارة واللايتنج اللي مثلا الأوبجكت اللي دخلناها كلياتها بنقدر نغير في الباراميتر للكرسي للتيبل للشغلات الاوبجكت الموجوده مثلا السكيل طول بعرض كذا تقدر تعمل سكيل عادي يعني سكيل كاعمل زي البوكس كده في الاكس والواي والزي خلاص لكن هو بس عندي انا عايز اتحرك لكن بعد ما سيف زار عشان عندي بس بيلد لايت الناحيه التانية ف بيلد لايت تقيل جدا يعني وكمان بعمل داونلود للفيرجن الجديد بتاع الـ 26 فظاهر كله متقل مع التسجيل الريكورد اللي احنا بنسجله دلوقتي فالدنيا واللايف فواخد من كارت الشاشه جامد الشاهد تقدر انك تعمل سكيل عادي لكن ما تقدرش انك تلعب بيه زي ما احنا بنلعب جوه الماكس تجيب الفيرتكس بتاع الوحش دوت ومش عارف تظبط الفيرتكس وتشد دي لفوق وما الى ذلك لا مش كده خالص الانريل برنامج مكمل آه، للمودلينج. بعد المودلينج آه، بيدخل بقى الانريل لكن مش برنامج آه، موديلينج. تمام نعم آه، في ملاحظه هسه من دخلنا المشهد في المكان اللي سبوت فيه اللون ابيض هذا ريفليكشن يعني لل, لل... ولا في اناره احنا ما دخلنا اناره نهائيا لما انت عملت إمبورد يعني امبورت انهي سبوت تقصد اللي هو في المنطقه هذه كده هنا ايه في السقف ولا تقصد اللي هي النقط البيضاء اللي بتبقى هنا اي هاي طيب لا في سبوت الان في سبوت اربع سبوتات في السقف في السقف صحيح دول يعني بالضبط طيب دول واخدين اصل لايت ماتيريال من الماكس خلاص دول سبوتات بالفعل واخدين لايت ماتيريال مش اضاءه هم هم واخدين لايت ماتيريال فالداتا سميث بينقل لك الماتيريال خلاص فجاي باللايت ماتيريال بتاعه طبيعي يعني معايا معك معك نعم اللي تحت دول اللي هي عامله زي السفير كده دول دول دليل الجروب يعني احنا اه, آه هاي مفهومه هاي مفهومه ما فيها مشكله هاي اه اه دول دليل ان هم كانوا في جروب بس لكن دول نعم. اللي فوق لايت آه ماتيريال عادي وداتا سميث بينقل لك الشغل بتاعك آه باللايت ماتيريال يعني ما بيكون في اهو المشهد اهو مثلا خلاص بص هنا شوف هنا لو انا جين كده بالشكل دوت هتلاقيها لايت ماتيريال لو دوست عليها وجبت على قائمه الديتيلز اللي هي البروبرتيز وجبت هنا اثنين كليك هيفتح لنا الماتيريال شوف لايت ماتيريال. الاميسيف اهو. شوف يعني هو هتلاقيه خارج من الاميسيف ادي الاميسيف كولر خارج منه الكولر بتاعك وما الى ذلك فخارج من الاميسيف بص الاميسيف يعني ايكوال زي ما احنا خدناها في دروس الماتيريال المره اللي فاتت ايكوال لايت ماتيريال. تمام. الاماسيف كلر هي اللايت ماتيريال نعم تمام جزاك الله خير وياكم في امان الله يا شباب السلام مم. عليكم ورحمه الله وبركاته